بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القنوت يسمى محليا باسم القنوت، وهو نوع من انواع البونيكام، يعني يعتبر هذا هو البونيكام المحلي القديم اللي موجود سابقا في المزارع القديمة. اتجه المزارعين الى انتاج نوع جديد البونيكام الحديث، لذلك لسبب على انه البونيكام القديم يسوي عيدان شوية تكون صلبة، على الرغم انه اوراقه اعرض ويصل الى احجام اطول بكثير من البونيكام المستورد. هذا هو البونيكام المستورد، اوراقه انحف لو بتلاحظهن، يمكن تكون اغمق، لونهن اغمق وانحف، واكثر تفضلهن المواشي لانه يكون خفيف. اما المحلي يجرح تقريبا، حواف الورقة تجرح، بس يوصل الى ارتفاعات اعلى وحجم الشتلة اعلى، ومن الاعلاف المستدامة، ومقاومته ايضا للماء للعطش اكثر. والسلام عليكم ورحمة الله.